سادت نهار اليوم أجواء صيفية في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان بحدود 31 درجة مئوية. الطقس الآن معتدل في أغلب المناطق. هذه الليلة تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة عموما، وتكون مناسبة للجلسات الخارجية في كافة المناطق، مع نشاط على سرعة الرياح في بعض الفترات في الجبال. نهار الغد تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية في أغلب المناطق، وتكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط عصرا. مساء الغد عودة للأجواء اللطيفة إلى المعتدلة مع ساعات الليل في أغلب المناطق، وتاليا هي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق والمدن الأردنية.